ما رأيك في من اختار امرأة لحيائها فيما يظهر له؟ يعني هذا أمر حسن، ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد، لأن الحياء ربما يكون بسبب أنك غريب عنها، ثم بعد ذلك باستمرار أو بعد لقاء أو لقاءين تتبدل الأحوال وينقلب هذا الحياء إلى جرأة، وهذا كثير مجرب. ينبغي أن يكون المعيار مبنيا على الديانة.